كوارث، تعلقوا الدروس، سكروا البلاد. شنو هي هذه؟ مش قلتوا ربي يرحمنا؟ كي انتم مش قد رحمة ربي ما عادش تطلبوها. المفروض أول واحد يتكلم كي يصب الثلج هو وزير السياحة، ويروج العين دراهم كوجهة سياحية. شو لجت مجابهة كوارث وعلقت الدروس؟ سامحني، البلاد خاربة للدرجة هذه؟ فما بلدان عندها محطات متاع التزحلق على الثلوج في مناسبات كيما هذية، علاش تسكر فيها البلاد؟ علاش تمنع التوانسة يمشيوا؟ لاش صار في عند راهم؟ صارت كارثة؟ زلزال؟ إعصار؟ شو ثم؟ الثلج هل هو كارثة وطنية باش تسكر الدروس؟ علاش هذايا؟ البلاد مسكرة، اجتماع لجنة مجابهة كوارث، حالة طوارئ في الجهة، فاش قام؟ باش نعطيك نوريك تصويرة، التصويرة هذه تو تشوفوها بعد شوية على ستريمينغ لايف، هذه وين؟ هذه في عند راهم عام 52. يا عم 52 تو تحب نرجع نقول كان قعدت فرنسا خير. مش معقول، لا وحنا بينا فما ستاسيون تاع سكي في وسائل الإعلام، معناها من غير وعي، كل رواحنا معناها نسقنا في هالترويج ولجنة مجابهة كوارث وناخذوا مدير جهة والحماية. ليش صار؟ السار صب الثلج راهو رحمة، والمفروض الناس شايخة ومتفردة وموارد رزق والدولاب يدور والبلاد تتفرهد. شو تسكرها؟ علاش تسكر فيها؟ انت مكش قادر كدولة انك تنظم حركة المرور، انك تطحي طرف ثلج صبت، وين المشكل؟ هو اللي حاب نذكره انه السياحة، السياحة اللي كانت في عند راهم السياحة الشتوية موجودة في ديزارتيكل أو كان موجودين هم ليزارتيكل سي محمد والله يوزر ساعة شيء أني جمع على فات تكلمت على طبرقة وكيفاش وزير السياحة مشى لطبرقة مشى لبلاد جندوبة ويخطب غادي ويقول لهم يلزم مطار. ليش تقول فيه يلزم مطار يخدم؟ انت تخدمه ماشي المدرجية وتقولوا يلزم مطار يخدم. كي حكيت في الموضوع هذايا طلع بعد نهارين في التلفزة الوطنية اش قال؟ الناس كل ولا تفهم في السياحة، لعل اللي ولدته هو ما جابتش غيره. ايه نفهموا في السياحة ونفهموا في النقل ونفهموا في القضاء ونفهموا في السياسة ونعطيو راينا، رانا مواطنين محناش يعني رسلة متاع بغال تسوقوا فيهم. هو وقت اللي نحكيو على غلق مدارس وغلق طرقات وذي الكل، في المقابل قبل عام 48 فما ناس اللي هي تحكي على السياحة الشتوية. حد يجاوبني علاش يسكروا؟ علاش تجتمع لجنة مجابهة الكوارث؟ الانفراستركتور تاعك ماهيش اجتمعت اللجنة ما تعلمنيش. هذا هو فاش تسوق يعني عين دراهم هي كوارث هي مصيبة، ما تعلمنيش اللي انت اجتمعت هذيك خدمتك. اطلع انت وزير سياحة قول امشي والعين دراهم، انت كوالي جندوبة قول مرحبا بيكم والوتلة تخدم والمطاعم والناس تستفيد والصنايعية واللي ينتج في الحليب و شو تسكر البلاد؟ شو هذا؟ حاطينهم شو حساسة؟ احنا انتوما موجودين في الدولة لتنظيم سيرها مش لتعطيلها وتسكيرها. صب الثلج يعني نبطل القراية ونسكر البلاد ونقولوا ما يجينا حد؟ عليش؟ ما الذي جرى في عندهم؟ صارت شو مصيبة؟ صارت صب الثلج مالا بطلوا نتفقوا؟ ما عاد حتى واحد يطلب من ربي يرحمنا، خلاوها شايحة ليحة ما دمكم مش خد رحمة ربي. والله ساعات اوكي خليه سي محمد خليه بعد يقول لك ضد الاسلام، هذه ملة تعرف الاسلام؟ دو مسكر البلاد على شو؟ حد يقول لي على شو؟ صار في عند راهم فما موتى؟ لا اش فما؟ هو الحقيقة الصورة جميلة ومن حق الناس تشوف في خليها تعاني، يحبوها الجهة هكاك يحبوا يحكيوا عليها كان على الفقر والميزيريا، أما تاع فرصة باش الناس تخدم على رواحها ودخل الفلوس لا يلزم يسكرها. الدعوة هي تصير من عند الأهالي من المواطنين غاديك اللي يقولوا ديما مرحبا بالناس مرحبا بزوارنا. فما زادة بعض المشاريع الصغيرة متاع ليجيد وإلا ليميزاندوت اللي غاديك زادة قاعدين يرحبوا بالناس يقولوا لهم يجيوا مرحبا بكم، هذي قاعدين يعملوا في دعوة كبيرة. فما السياحة الجبلية اليوم قاعدة فما نمط شيء يعمل الكيف. والله ما عنديش جمعتين أنا مشيت الغادي تقول لي أما النقل تنظموا مش الناس هكيك على زي روسا سهل الطرقات هذا اللي تعملوا هما شو تسكرها؟ احنا استسهلنا يعني صارت يعني تجي قدام السفارة سكر الكيس وانساه، سكر الكيس جنب السويب وانساه، سكر متحف باردو وانساه، سكر محضر سفارة امريكا وانساها، سكر شارع الحبيب بورقيبة وانساه. شو هذا؟ شو هذا؟ سكرت علينا النفس. هو برا امشي ولا عند راه امشي وشيخ
فما برشا ناس غاديك محليهم، فما برشا مشاريع تاع سياحة جبلية تعمل كيف تمشيو ذوقوا غاديك، فما يعمل شكون يعمل جبن ارتيزانال، فما ناس اللي تمشي للي شامبينيون غاديك ينحيوها غاديك، فعندكم ديجيت الفقاع غاديك شي يعمل الكيف. امشيو بحذا أشرف الدبوسي غاديك في اللي شالي متاعو، امشيو بحذا رانيا المشرقي معناها غاديك تنجم تعمل بيكم دورة غاديك في جبل في سيركوي يعمل الكيف، تهزكم تمشيو تعملوا كيف، امشيو تفرهدوا هذه بلادكم، مراكم ملاكة مكم شكراي، ما تتفجعوش من الخطاب وكهو، خذوا كلام سي محمد في الحكاية هذه. شكرا لك محمد بوغلاب، شكرا لسيد علي، شكرا للحلومة، نتلقى غدوة الحي، دمتم في مين الله.